خلينا ننتقل بقى لمقر جريدة الشروق ومراسلتنا العزيزة أيضا سارة حامد، ندافع معاها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. سالة صباح الخير عليكي. طبعا صباح الفل، وشدني قوي المانشيت اللي بيتحدث عن التصريح الخاص بمدرب الجزائر لما تحدث وقال انا تاثرنا بالعامل البدني امام منتخب مصر ولقاء المغرب ديربي. فخلينا نعرف برضه تفاصيل منك اكتر، لان محللين رياضيين مختلفين كانوا بيتحدثوا عن هذه النقطه، وكانوا بيتكلموا يمكن العامل البدني افضل كان او يعني الكفه راكحه اكتر نحو المنتخب المصري لصغر سنهم او الفارق في السن كمان مع المنتخب الجزائري. تفضل يا سالة. صباح الخير يا نهاوان. طبعا في البدايه برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي متابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وجوله صحفيه جديده من داخل مقر يعني جريده الشروق اللي طبعا هكون معاكم فيها عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار يعني الرياضيه سواء من الصحف المحليه او من الصحف او العالميه. طبعا خليني في البدايه يعني قبل ما اتكلم معاكم في اي خبر يعني ابارك لكل الشعب المصري بعد يعني تاهل المنتخب الوطني للربع النهائي من بطوله كاس العرب بعد ما يعني تعادل مع المنتخب الجزائري في المباراه طبعا كلنا شفناها امبارح. فببارك لكل الشعب المصري. وخلينا نبتدي معاكم باول خبر النهارده من جريده الجمهوريه، استعدادا لربع النهائي العربي الفراعنه لا يعرفون الراحه. يمكن النهارده ان شاء الله يبدا المنتخب الوطني استعداداته لمواجهه السبت المقبل في الدور الربع النهائي لبطوله العربيه بعد ما تاهل منتخبنا عن المجموعه الرابعه بصحبه المنتخب الجزائري، ويخوض المنتخب الوطني مرانه النهارده ان شاء الله بالملعب الفرعي بمدينه اسباير الرياضيه، ويشمل تدريبات النهارده احماء يعني تدريبات احماء وتدريبات تخصصيه وتقسيمه بين اللاعبين. كمان الجهاز الفني يمكن بدأ يعني نهاوند مشاهدة فيديوهات لمباريات المجموعة الثالثة وتحديدا منتخبي المغرب المتأهل بعد الجولة الثانية والمتصدر المجموعة، والأردن المرشح الأول ليحل ثانيا على حساب فلسطين والسعودية. كمان يمكن كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني أكد امبارح إنه يعني لا وقت للراحة، يمكن المنتخب الوطني بعد المباراة امبارح يعني المفروض يعني المفترض إن هو يحصل على راحة ولكن ده ما حصلش. النهارده إن شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يعني خلاص فاضل 3 ايام على مباراه الربع النهائي لبطوله كاس العرب، فلو وقت الراحه هيواصلوا النهارده التدريبات بشكل طبيعي. كمان الخبر الثاني معانا النهارده من جريده اليوم السابع، مدرب الجزائر تاثرنا بالعامل البدني امام منتخب مصر ولقاء المغرب ديربي. يمكن اكد مجيد بؤره المدير الفني لمنتخبنا الجزائري ان العامل البدني هو سبب تفوق المنتخب المصري في المباراه التي جمعتهما امبارح يعني طبعا على ملعب الجنوب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس العرب. والمنتخب مصر يعني بعد المباراة دي طبعا اللي كلنا شفناها بيكون في صدارة المجموعة بعد التساوي مع المنتخب الجزائري في عدد النقاط برصيد 7 نقاط وعدد الأهداف برصيد 7 أهداف لكل منهما. الخبر الثالث معانا النهارده من جريده الشروق، امبابي يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ دوري الابطال. يمكن امبابي حقق يعني نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رقما غير مسبوق في تاريخ مسابقه دوري الابطال اوروبا، وسجل امبابي هدفين لصالح باريس سان جيرمان امام كلوب بورج بالشوط الاول من المواجهه المقامه مساء الثلاثاء امبارح ضمن منافسات الجوله الخامسه من بطوله دوري ابطال اوروبا، ووصل امبابي لهدفه ال30 في دوري ابطال اوروبا ليصبح اصغر لاعب عمره 22 عام يصل هذا الى هذا الانجاز التاريخي في تاريخ المسابقه. كمان الرابع خبر معانا النهارده من جريده الشرق الاوسط، ارتيتا غاضب لخساره الارسنال امام ايفرتون وبينيتيز تنفس الصعداء. يمكن اعرب او قال يعني الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال عن غضبه وخيبه امله من اداء فريقه الارسنال الذي فرط في تقديمه وخرج بهزيمه يعني في المباراه مع نادي ايفرتون بنتيجه 2-1 يعني هدفين
لأفرتون وهدف للأرسنال أدت لتراجعه لمركز السابع، ومنحت بنيتيز المدير الفني لأفرتون الفائز بنجاح بعد أن كان مهددة بالإقالة. يمكن طبعا يعني زي ما كلنا عارفين يمكن أداء يعني فريق أفرتون الفترة الماضية كان أداء بعض اللعيبة ما كانش جيد، يعني بعض الأداء يعني ما كانش موفق يعني الفترة الماضية، وكمان يعني بعض النتائج كانت سلبية، فده كان ممكن يكون السبب في إقالة المدير الفني لفريق أفرتون. ولكن يعني فوزه على نادي الأرسنال هو ده كان بالنسبة له طوق نجاة يعني بعد ما كان مهدد بالإقالة. يمكن دي أنا هوند كانت كل أخبارنا يعني للصحف الرياضية سواء المحلية أو العالمية. طبعا أنا معاكي لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كلمك طبعا ليك أنا هوند، تفضلي. تغطية أكثر من رائعة يا سالة، شكرا ليكي جدا عليها، وبشكر مرة تانية زميلتنا العزيزة منى إبراهيم.